ماما أنا الرجال، بعدين أنت عزمتينا قبل حماتي، يعني أنت الأولى. أنا عم دلل كتير وعم ساير كتير. خلص ماما، زمن أول تحول، كانت عروس وفهمنا. أنا مليت. لك يا أمي يا حبيبي الله يرضى عليك، بتضلها عروس حتى تجيب لك صبي. أمي إذا بدها تضل ميربسة راسها بهي الطريقة، الولد ما رح جيب لها إياه. لك أمي طول بالك، يعني عندي ولا عند حماتك؟ كله واحد. ماما عندك يعني عندك. أنا الرجال وكلمتي هي اللي بتصير. يعني شو بفهم كلامك هلا؟ بتعملي الأكلة اللي بحبها والعزيمة قائمة عندي، وبالنسبة لعزيمة حماتي بتتأشر. خلص أمي خلص، الله يهدي بالك وبال مرتك. عندي عندي مو مشكلة، يلا عم بس ناكل على العشاء. الله يخلي لي أحلى أم بالدنيا. الله معك يا روحي. الله معك تقبرني. باي يا روحي. إيه شو ها؟ النسوان ما بيحلو إلا بالرص. إيه خلصنا دلال وخلصنا دلع. لازم تعرف إنه عند الرجال كلمته هي المسموعة بالبيت. لسا فكرت لي حالها عروس وأول سنة زواج؟ يا محلى أيام العزوبية. يا الله احترت شو بدي أعمل؟ بس يعني أنا كمان ما لازم أكون عنيدة لهالدرجة، قصي بضل حبيبي والبيبي تبعي. بس كمان خايفة أنا كل الوقت سايرة ويقوم ياخذها عادي. ولا يعني هو مفكر إنه قطعنا هالسنة وصار بده يفرض سيطرته الذكورية؟ إيه لا يعني لا. كلياتهم هيك، أول سنة تكرم يا حبيبتي ويلي بدك إياه يا عمري، وتاني سنة هيك بيصير وهيك ما بيصير. بس يعني يا أمي بدل جوزك ولازم ما تعندي. إيه لا بس أنا هذا الحكي ما بيمشي علي بنوب، أنا عندي كل سنين مثل أول سنة، وبعدين هو إذا عنيد طاق أنا عنيدة 24 طاق، فلا يفكر يمشي كلمته علي أمبوسيبل أو من سابع الأمبوسيبلات. ليكي ماما أنا بحبك تكوني قوية وما تتنازلي، بس يعني كمان ما بيجوز تكبري راس مع جوزك، بدك تكوني حكيمة وتعرفي كيف تخليه يمشي مثل ما بدك. يا ماما مو تكبير راس، بس قصي ما بقى سمع كلمتي، ولا هنن هيك الرجال بعد سنة أولى زواج بصير راسهم كبير. وأمه شو خطر على بالها تعزمه هلأ؟ لا تشغلي بالك ماما، العزيمة اليوم عندك يعني عندك، القصة صارت مصيرية بالنسبة إلي. هلأ حكيت معي أختك وقالت لي إنه جوز أختك رح يوصي على أكل جاهز مشان العزيمة، إذا ما بدكم تجوا لح أوعى تزروا له. لا ماما شو تلغي العشاء؟ أوعيك ها بتنزعي لي كل شغلي، أنت تركي كل شيء على محله، وأنا بقنعه على قصي، لا تاكلي هم.